هذا من نوع ديال الدروس اللي كنقول لكم تبعوا معايا فيه مزيان. يعني بزاف ديال الناس كيخدموا جافا سكريبت وخاصو يفرق ما بين اشنا هي اسينكرونس واشنا هي سينكرونس. شنو هما لي تيرم اللي غادي نهضروا عليه هنايا؟ غنهضروا على اشنا هي سينجل ثريدد واشنا هي مالتي ثريدد، وغنهضروا على اشنا هي بارلل واشنا هي نون بارلل. نحاول نعطي واحد المثال اللي غنخدم بالميتافور، منحاولش الكودي في الاول، مي من بعد غادي نكودي واحد ليكزامبل ديال كيفاش اسينكرونوسيتي كيف ما كنسميوها تقدر تامبليمونتا او نيفو ديال جافا سكريبت، وغنشرح الميكانيزم ديال كيفاش كتفونكسيوني. دونك نمشيو ستيب باي ستيب، تبعوا معايا مزيان ونبداو بالليكال اللي غنقراو هنايا. دونك اول حاجه غادي نحاولوا ناخذ واحد ليكزامبل ديال اشنا هي سينجل ثريدد ومالتي ثريدد. اشنو غادي نرسم هنايا؟ غنرسم كو عندي جوج ديال لي ماشين ديال القهوه. عندي ماشين وحده هنايا، عندي دو كاتيجوري. كاتيجوري فيها ماشين ديال القهوه وحده اوكي نسميها سي كوفي ماشين، و كاتيجوري وحده اخرى فيها جوج ديال لي ماشين ديال القهوه اوكي سي. كل وحده فيهم فيها واحد الكا. اشنو هي هاد الكا سيدي؟ في هاد الكاتيجوري الاولى نحاول نقسمهم. في هاد الكاتيجوري الاولى كاين واحد العدد ديال الناس، جوج جروبات. عندنا سيدي الجروب الاول فيها 4 ديال الناس، 1 2 3 4. وعندي جروب واحد اخر نفترضوا بانه جروب بي حتى هو فيه 4 ديال الناس. كل واحد اسيدي في هاد الناس بغى يتسيرف بالقهوه، دونك بغى ياخذ القهوه من هنا. دونك هاد الجروب وهاد الجروب بغى ياخذ القهوه. دونك نورمالمون ولا لوجيكمون هذيك الماشين ديال القهوه كتسيرفي واحد، ما يمكنش تسيرفي جوج، لان غيمشي داك البيرسون غيحط الكاس غادي ياخذ القهوه ديالو غادي يمشي. دونك ديما في واحد الكيو كيف ما كنسميوه ولا في واحد الصف كاين في هاد الجروب بيرسون غيمشي ياخذ القهوه، من بعد غادي يمشي وغادي يدوز بيرسون من الجروب الثاني غيمشي يتسيرفي ياخذ القهوه وغادي يخرج. دونك في هاد الكا اشنو كنقولوا؟ كنقولوا كوم كوا هاد الماشين كتسيرفي بالواحد بالواحد. دونك لي جروب بجوج ما يمكنش يتسيرفيو بجوج في دقه. دونك هادي الا حاولنا نسامبليفيوها ونعطيوها واحد الديفينيشن غنقدروا نسميوها سينجل ثريد. علاش؟ لان كيف ما قلت لكم بان هاد الماشين ديال القهوه يعني كتقدر تليفري ولا كتقدر تعطي لواحد القهوه. يعني من هاد الجروب كيدوز هذا، من بعد ما تيسالي كيمشيو للجروب الثاني وكندوزو واحد، ما يمكنش ندوزوهم اون باراليل. دونك هادي الكا الاولى. في الكا الثاني يا سيدي عندنا جوج ديال لي جروب الثاني. الجروب الاول حتى هو فيه 4 ديال الناس، 1 2 3 4. وعندي جروب واحد اخر ثاني فيه 4 ديال الناس، 1 2 3 4. هاد الكا غادي يكون هذا كيفاش غادي نسيرفيو الناس؟ غادي نقدروا كل واحد كل جروب غادي يتسيرفا من واحد الكوفي ماشين، من واحد الماشين ديال القهوه، ماشي فحال هاد الكا. يعني كل جروب كيتسنى حتى يدوز واحد من الجروب الاخر عادي يدوز هذا. هاد الكا الجروب اي غادي يتسيرفا من هاد الماشين، والجروب بي غادي يتسيرفا من هاد الماشين. شنو كنقولوا في هاد الكا؟ كنقولوا كهادشي مالتي تريدد، مالتي ثريد. وهنا غادي نستعملوا واحد لي دو تيرم اللي شفناهم هنايا. هاد لي دو تيرم هما بارالل و نون بارالل. شنو كنعني بها؟ من كنقولوا سينجل ثريد يعني اوتوماتيكمون نون بارالل، ماشي بارالل، ما يمكنش تمشي اون بارالل. دونك هاد لي جروب ما يمكنش يمشي اون بارالل، كنسميوها نون بارالل. باركونتر في هاد الكا كنقولوا مالتي ثريد، يعني كنقدروا نديروا بزاف ديال ثريدز، يعني نقدروا نسيرفيو هاد لي دو جروب اون باراليل. وهنا كنهضروا على الباراليل. نعطيكم كا بالنسبه لك انت دابا عندك اورديناتور، هذاك الاورديناتور فيه دي كور، يقدر يكون فيه 6 يقدر يكون فيه 12 على حسب البيرفورمانس ديالو. هادوك لي كور اللي فيه سيدي هما السي بي يو ولا الميكرو بروسيسور ما يمكنش يتريطي بالتاسك بالتاسك، ما يمكنش يتريطي بالاكسيون بالاكس،
واللي كياخذ لي وقت كبير. يعني خاصو يتريتي بزاف ديال لي زانفو اون باراليل. دونك سي بي يو فهاد الكا يعني كيكونس يعني كيفونكسيوني بهاد المالتي تريدين ماشي بالسينجل تريد، لان السينجل تريد كتكون كتاخذ الوقت كثر. علاش شرحنا هادشي كامل؟ دونك خدينا غير واحد البيزك ايديا هنا بالضبط على اشنا هي هنا كيف ما قلنا هاد السينجل تريد كطيح في الكاتيجوري ديالاش ديال نون استعمل شي كولا واحده اخرى نون بارالل ما يمكنش بشي اون بارالل. فهاد الكا ديال المالتي تريد قلنا بارالل. وهنا فين غادي نرجعوا حنايا لبيت القصيد اللي كيهمنا بان الاسينكرونس كود، الاسينكرونس كود هو كيكون اون بارالل. وغادي نشوفوا اكزامبل والسينكرونس كود كيكون سينجل تريدد يعني كيمشي كباركه. الا خدينا هاد الاكزامبل وحاولنا نشرحوا به سينكرونس كود، يعني بالنسبه لينا حنا جافا سكريبت، جافا سكريبت اولا سينجل تريد اللي كتعني بانها كتيكزيكيوتي اكسيون وحده بير تايم، يعني في واحد الوقت سبيسيفيك في واحد تي زيرو كتيكزيكيوتي واحد البارامتر الكود ديالنا واحد. دونك كدير اكسيون وحده ما يمكنش دير دوز اكسيون ميم طون، هكا كتفونكسيوني جافا سكريبت. كنقولوا بان جافا سكريبت سينجل تريدد. وثانيا ماشي كنقولوا غير جافا سكريبت سينجل تريدد، كنقولوا كم كوراها سينكرونس. اش كتعني سينكرونس؟ بان او نيفو ديال الكود ديالي في هذا الكود ما يمكنش دوز لين ثانيه تتكمل لين اللي من قبل منها. دونك لين اللي من قبل منها خاصها اكزيكيوت او اكزيكيوت مزيان عاد دوز لين الثاني. دونك وحده كديبون وحده، لان كنمشيو في الكود ديالنا في جافا سكريبت توب تو باروم، يعني من الفوق حتى لتحت كنتمو غادي لاين باي لاين باي لاين، وما يمكنش يدوز اللاين الثانيه حتى اكزيكيوت اللاين الاولى. وهنا يقدر يكري لنا واحد البلوكين كود. بلوكين كود شنو كنعني؟ الا كان شي ايرور او نيفو ديال الكود ديالي غيحبس. دونك شنو ناخذ من هادشي كامل؟ بان جافا سكريبت كتعتبر سينجل تريدد، يعني كدير واحد لاكسيون بير تايم يعني في واحد الوقت. وثانيا بانها سينكرونس، وسينكرونس كتعني بان ما يمكنش نيكزيكيوتيو واحد لين واحده اخرى، ما يمكنش ندوز لاين 2 يعني تنكمل اللي كاين في لاين 1، يعني كنتمو غاديين لاين باي لاين. هنا كيتسمى بانه الكود ديالي سينكرونس. اوكي شفنا سينجل تريد سينكرونس اكزيكيوتد، شفنا شنو هي بارالل اشنو هي نون بارالل، وخدينا واحد البيزك ايديا على السينكرونس. السينكرونس في الاوبوزيت يعني في الجهه الاخرى كيف ما قلنا جافا سكريبت تعتبر سينكرونس، ولكن كاينين شي حالات اللي حنايا كديفلوبرز ولا اونيفو ديال البروغرام ديالنا كنبغيو نديرو دي زاكسيون مي ميبلوكيوش ليا الكود، ميبلوكيوش ليكزيكيوسيون ديال الكود. بما ان جافا سكريبت سينكرونس خاص شي حاجه اللي تخول ليا بانني نخدم دي بار اونيفو ديال البروغرام ديالي وتكون اسينكرونس، يعني نامبليمونتيو فيها هاد البارتي ديال يكون بارالل. يعني مثلا الكود ديالي العادي يمشي في هاد لوسونس، ولا كان عندي واحد الكود هنايا اللي كيمشي فيتشي داتا من واحد السيرفر، مثلا عندي واحد الفانكشن اللي كتمشي تجيب داتا من واحد السيرفر ومن بعد عاد كتافيشيها، هادي بغيتها تمشي بوحدها يعني تيكزيكيوت بوحدها وما تبلوكيش ليا الكود. لان الا مشينا في هاد الكا وحاولنا كاع لي فونكسيوناليتي ديالنا غادي تولي هذيك الفانكشن اللي كنمشي نفيتشي بها الداتا من واحد السيرفر غادي نتسناها تيكزيكيوت عاد ندوز لشي لاخر. يعني الا كانت غتاخذ 3 ديال لي سيكوند ولا 4 ديال لي سيكوند، ولا كان غيكون عندها غيكون فيها شي ايرور دونك غادي تبلوكي ليا الكود، يعني غادي يولي هنا واحد الويست تايم، يعني خاصني الكود ديالي يمشي اون باراليل. دونك هذه هي السينكرونس. السينكرونس خاص الكود ديالي يمشي اون باراليل، يعني الى عندي دي فونكسيوناليتي او نيفو ديال البروغرام ديالي اللي غادي يمشيو فيتشيو الداتا ولا غادي يديروا دي زاكسيون وما بغيتهمش ياثروا ليا على الفلو ديال البروغرام. بما ان جافا سكريبت سينكرونس فهاد الكا غادي نعزل دي بار او نيفو ديال البروغرام ديالي اللي غادي يكونوا السينكرونس. اوكي كيفاش كنامبليمونتيو السينكرونس في جافا سكريبت؟ قرينا البروميسز في ايكما سكريبت 6، من بعد غادي نهضروا على ديك اسينك اويت. البروميس فيها دي زافونتاج فيها دي زانكونفينيون. اسانك اويت جات في ايكما سكريبت 2017 لي امبليمونطاو، يعني بحال البروميس البروبليم اللي كيكون فيها كو بعد خطات كطيح في البروبليم ديال كول باك هيل، يعني كيكون واحد الناس ست كول باكس
ولا داك البايراميد كطيح فيها واحد لك. مي بالنسبه لنا اسانك والاويت كيولي عندنا واحد التشين ديال الفانكشنز اللي كيخولوا لنا باننا ما نطيحوش في نفس المشاكل ديال البروميس. مي ماشي هذا هو السابجكت ديالنا هنا. انا هنا بغينا غير نهضروا على شنو هي اسانك بنص وماشي كيفاش كتامبليمونط. وغناخذوا واحد الكا ديال سيت تايم اوت ونحاولوا نامبليمونطيو بها هاد الاسانكرونس دي. اوكي سالينا هنا انتوا غنشوفوا شي الاكزيكيوشن كونتكست في هاد الكا وغنهضروا على الكول ستاك والكول باك كيو. اشنو عندي هنا؟ عندي او نيفو ديال الكود عندي واحد الفانكشن سي هاي عندي زوم شويه وعندي واحد الفانكشن جيت يوز. كيف جوج ديال لي فونكسيون عاديين. مي غادي نجي هنا وغندير واحد سيت تايم اوت. هاد سيت تايم اوت اولا وهادي خدوها من عندي. سيت تايم اوت راه ماشي فونكسيوناليتي ديال جافا سكريبت. سيت تايم اوت بحال اللي قلتي واحد لابستراكسيون ديال تايمر اللي كاين في الويب اي بي اي. يعني البروزر كبروزر عنده واحد لابي ديالو لا اونيفو ديال الانجن عنده واحد لابي ديالو اللي مامبليمونتي واحد التايمر. دونك داك التايمر راه ما كاينش في اللانجويج ديال جافا سكريبت مي سيرتو راه داك التايمر كاين في البروزر. اوكي دونك هاد سيت تايم اوت راه ماشي فانكشناليتي ديال جافا سكريبت راه فانكشناليتي ديال الويب اي بي اي اللي هو تايمر. وشدينا فحال اللي درنا غير واحد لابستراكسيون ديال هذاك تايمر وخدمنا بهاد سيت تايم اوت. هاد سيت تايم اوت باش كتخدم كتاخذ كارغيومنت الاول واحد الكول باك. شنو هي كول باك؟ نقدر نزيد لكم اللينك في الديسكريبشن الناس اللي ما عارفينش اش كنهضر. دونك كول باك هي ممكن نخدم واحد الفانكشن كارغيومنت بالنسبه للفانكشن واحد اخر. ثانيا هنا كنحدد واحد التايمر مثلا غندير 1000 ملي سكند اللي هي سكوند وحده. دونك شنو بغيت هذا الكود يدير؟ مورا سكوند وحده ايكزيكوتي ليا ولا افيشي ليا هاد جيت يوز. واش لي طرا هاي جيت يوز ارا من بعد افيشي سي هاي. دونك هاد سي هاي غادي نحاول افيشي. اوكي افيشي ليا سي هاي هاد جيت يوز ارا نزيد افيشي لاست كود وغنشرحوا علاش. هاد لاست كود افيشاتي الثاني ما غادي تقول لي ولوجيكمون تقول لي انت شرحتي لينا قبيله بان جافا سكريبت اسينكرونس اللي كيعني بان داك الشيء كيمشي طاب تبارم يعني من الفوق حتى لتحت في الاكزيكيوشن. دونك خاصو افيشي لي هذه هي الاولى هذه هي الثانيه وهذه هي الثالثه. مي غادي تزيد اوكي غتمشي معايا لوجيك بعيد تقول لي ولكن صراحه الكود ديالك بان لي منطقي لان هاد سيت تايم اوت بحال اللي قلتي كدير بوز يعني ما كديرش بوز بحال داك سيت تايم اوت مورا 1 سكند عاد كتافيش. يعني هاد الجوج هما اللي غيتافيشاو الاولين داكشي علاش عطاتنا سي هاي هي الاولى ومن بعد افيشات ليا عاد علاش انا درت لي اندفاينيت اندفاينيت سي هاي هيدت سي هاي مزيان بحال افيشات ليا سي هاي هي الاولى عاد من بعد لاست كود. اوكي ما كاينش مشكل لحد الان راه نشرحوا اشنو طرا الكود السيدي هنايا ولا اسينكرونس. علاش ولا اسينكرونس؟ غنشوفوا بعدا لوردر. لوردر اللي طرا هنايا كو سي هاي هي اللي افيشات الاولى واحد من بعد هذه اللي افيشات الثانيه جوج من بعد هذه هي جات الثالثه لانه سيت تايم اوت مورا سكوند عاد افيشات. مي انا هنايا غادي نحاول نصدمكم ولا ندير كاع هنا زيرو ديما كتافيش كيت يوزر هي الاخر. دونك هنا فين غادي يولي عندك واحد الكونفيوجن وما وخاص تفهم الميكانيزم اشنو طرا فيه اكزاكتلي. يعني واخا مورا صفر اللي كتعني افيشيها لي ديك الساعه افيشات هي الاخر غتقول لي علاش غنشرحوا الميكانيزم. هنايا اونيفو دو سيت تايم اوت اشنو طرا كاين واحد الحاجه مهمه اللي خصنا نعرفوها كو هاد سيت تايم اوت قلنا جات من الويب اي بي اي. دونك هذاك الويب اي بي اي عندي واحد الويب اي بي اي هو اللي فيها شنو في هاد التايمر و سيت تايم اوت تقريبا خدمنا بها غير من هاد التايمر. بحال قلت واحد الابستراكشن ديال التايمر اللي كاين في ويب اي بي اي كيتكري واحد الكول باك كيو. كول باك كيو شنو غيكون في هاد الكول باك كيو؟ نسميه بعدا نافيشي كول باك كيو. كيو شنو كتعني؟ كيو كتعني هي واحد بحال قلتي شادين الصف. هاد الفونكشناليتي غتشد الصف هاد الكول باك كيو. اشنو غادي تحط هنايا؟ غتحط سيدي هاد الفانكشن هاد الفانكشن ولا هاد الريتيرن فاليو اللي غادي تكون هنا.
دونك هادشي اللي غادي تيكزيكوتا او نيفو ديال هاد سي تايم اوت هو تحط فواحد الكول باك كيو دونك حطينا التايم اللي هو 0 ملي سكند ديفينينا واحد الاكزيكيوشن كونتكست هنا ديال جيت يوزر وهاد الفانكشن غادي تدخل عندي في هاد الكول باك كيو ولكن بالنسبه لينا حنا كجافا سكريبت ديفلوبرز اللي كيهمنا بزاف ولا اللي كيافيشي لينا ريزالت ماشي هو هاد الكول باك كيو مي سيرتو كاين واحد كا وحده اخرى غنستعمل شي كولور كاين سيدي الكول ستاك كول ستاك هو اللي كيهمنا حنايا كول ستاك كول ستاك دونك هاد الكول ستاك اللي كنعرفو بانه لايفو لاست ان فيرست اوت اوتوماتيكمون دونك فاش جينا هنا لست تايم اوت حطات لي هاد الفانكشن او نيفو ديال كول باك كيو اوكي ما كاينش مشكل بلا ما نشرح الاكزيكيوشن كونتكست شنو طرا فيه مي اللي بغيتكم تفهموا كو هاد الكول باك كيو تحطات في هاد الفانكشن ديال لست تايم اوت ولكن راه باش افيشا خاصها تكون هنا راه ما افيشاتش باش افيشا خاصها تكون في الكول ستاك ولكن شنو عندنا حنا في الكول ستاك في الاول عدي ساي هاي لان من وصلنا لهاد اللين هنايا افيشا لي شنو افيشا لي هاد ساي هاي ساي هاي راه كتب هنايا ساي هاي داكشي علاش افيشا لي هنايا في الديباجر ساي هاي الاولى لان في الكول ستاك اول حاجه كتحط ركزوا معايا علاش شنو نقول هنا اول حاجه كتحط او نيفو ديال الكول ستاك هما الفانكشنز ولا هما اي فانكشن درنا هالكول ولا الاكزيكيوشن منين من الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست اي حاجه اللي في الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست هي الاولى اللي كتكون في الكول ستاك وهي الاولى اللي كتافيش دونك اي شنو عندي انا هنا في الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست ولا شنو عندي في الجلوبال سكوب عندي سي هاي وعندي هاد كونسول لوك لاست كود شي واخا نزيد مليون كونسول لوك غتبقى ديما هاد لاست كود لاست كود لاست كود اي حاجه اللي كاينه هنا في الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست هي اللي كتافيش عاد سيت تايم اوت سيت تايم اوت غتولي ديما هي الاخر غتقول لي علاش هي الاخر علاش هي الاخر لانه من بعد من كيكمل كاع داكشي اللي كاين في الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست عاد كيشد سيدي من بعد صافي هادي من كتكمل من كتكزيكيوت راه كطير كيف ما قلنا راه لايفو يعني غادي طير من هاد الكول ستاك ايك غادي شنو غيبلاصي غادي يبلاصي هاد الاف غيبلاصي هاد الاف ولا هادي اللي كاينه في سيت تايم اوت كيف ما قلنا دونك هاد الفانكشن ديال سيت تايم اوت ولا هاد الفيتشر نت فاليو اللي كاينه هنا عاد غادي تافيش دونك حتى كيكمل هادو بجوج عاد كتافيش هنا يعني اي حاجه اللي كاينه في الكول باك كيو كتجي من بعد ما كيكمل كاع داكشي اللي كاين في الجلوبال اكزيكيوشن كونتكست اي حاجه كاينه في الجلوبال هما هاد سي هاي وكونسول لوغ من كيسالي يقول لك اوكي باش نقلب في الكول باك كيو نشوف واش كاينه شي حاجه خاصها تحط دونك كاين في الكول باك كيو عندنا هاد الفانكشن اللي هي سيت تايم اوت لانها هنا هاد سيت تايم اوت خدمنا بالبروزر اي بي اي واي حاجه في الويب بروزر اي بي اي كاين مثلا بالنسبه للناس اللي كيخدموا بايجاكس يعني قديمه الاكس اتش ار ولا فاتش حتى الدوم ما كيتعتبرش في اللانجويج كلانجويج جافا سكريبت الدوم حتى هو لا مانيبيولاسيون ديالو داكشي كامل كنديروها بالاي بي اي بالاي بي اي ديال البروزر يعني اي حاجه بالنسبه لينا حنا كاينه بالنسبه لنا هاد سيت تايم اوت اللي هي كتخدم بالتايمر ديال الويب اي بي اي تحطات في هاد الكول باك كيو وهي هاد الفانكشن وتكمل كاع داكشي اللي كاين في الاكزيكيوشن كونتاكت عاد تحطات في الكول ستاك عاد افيشات اشنو هو اللي كيتكلف بهادشي كتكلف به واحد الحاجه اللي كتسمى نستعمل شي كولور واحد اخر كتسمى الايفنت لوب event loop هي فحال اللي قلتي ديك الهمزه تواصل ما بيناتهم ندير event loop دونك همزه الوصل ما بين الكول ستاك وما بين الكول باك كيو هو ديك الايفنت لوب دونك حتى كنكزيكيوتيو كاع داكشي اللي عندنا في اكزيكيوشن كونتكست كيتحط في الكول ستاك وكيتافيشا كامل عاد في الاخر كنمشيو نفيريفيو او نيفو داك ديال داك الكول باك كيو وكنافيشيو داكشي اللي عندنا او نيفو وكنافيشيو الريزالت ديالو وستيت تايم اوت هي اللي خولات لينا نديرو هادشي اون باراليل هنا غادي نرجعو ليكزامبل اللي عطيتكم في الاول كاع بانه من هاد هاد الكول ستاك كيو بحال اللي قلتي سينكرونس كيمشي ستيب باي ستيب باي ستيب ولكن الكول باك كيو كيتزاد في هذاك الكومبوننت ولا في الميكانيزم وكنلينكيو بهذاك الايفنت لوب باش كيولي الكود ديالنا كيمشي اسينكرونس
هنا حاولنا نشرحوا غير واحد الميكانيزم. يعني خدينا هنا واحد الكاز جينيرال ديال هاد ستيت تايم اوت كيفاش كتفونكسيون، لان اون فوا فين كتكري لك الكونفيوجن، فين كيدوخ بنادم، لان اوتوماتيكمون ممكن دير هنا 1000 سكند. وكنشوفوا بزاف ديال الفيديو في يوتيوب ولا في دي فيديو اللي كيشرحوهم بزاف ديال الناس، كيبدا بهاد ال 1000 ملي سكند كيعطيك واحد التايمر اللي انت اوتوماتيكمون كتقول له راه لوجيك الا غادي تافيش الكود مورا 1 سكند، ولكن راه خاص يدير اوتوماتيكمون 0 ملي سكند باش يعطيك ديك الاهم مومنت ويشرح الميكانيزم. يعني واخا نديرو 0 ملي سكند راه ماشي التايمر هو المشكله هنا، مي راه الكود ديالنا ولا اسانكرونوس والميكانيزم تشونجا، داكشي علاش ما كيبقاش يتافيش داكشي في واحد الوقت.